أدهم نابلسي بتعرف شعور، والله شعور الوحيد اللي بالغزمان قاعدين نعرفوا فيه توا المديدة هذه، اللي هو شعور الهلع والفزع ورهيبة كبيرة وخوف كبير قاعد في صفوف التوانسة، خاصة أنه من بكري قاعدين نسمعوا في تعدد الإصابات، وبالأخص لهنا في الساحل الإصابات بدأت تكثر. البارح لينا فيديو الدور في الهرقلة، اليوم سمعنا عن أول إصابة موجودة في سوسة، وبكري تم الإعلان عن أول إصابة موجودة في المنستير تحديد في قصر هليل. هيك علاش معانا مدير الصحة الجهوي بالمنستير الدكتور منصف الهويني، مرحبا بك يا سيدي. يا عايش، شكرا لك، بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا لكافة المستمعين. مرحبا بك، على شكرا لك على قبول الدعوة. ماذا بينا كنت واضح لنا سي منصف الحالة توا اللي تم التأكيدها في قصر هليل، قديش عمره، منين جاي، هل هي قامت بالعدوى وإلا جيت من بؤرة فيها الفيروس؟ شكرا لك. للأسف تسجيل أول حالة إيجابية في إحدى مطريات ولاية منستير، شابة 32 سنة قادمة تعيش في فرنسا، قادمة من فرنسا. شابة 32 سنة، بطبيعة شابة، مازالت شابة 32 سنة، قادمة من فرنسا. مخبريا والتحليل ايجابي، يبقى حالتها الصحية لاباس، مستقرة لاباس عادي، يبقى تعرف الفيروس هذا لابد من الاحتياط اكثر والتوقي اكثر. واحنا يعني ما نفهم منك دكتور منصف، يعني ما ظهرتش عليها العوارض المخبرية؟ لا، مخبريا فقط هي ايجابية، ما عندها حتى بدنيا، أنا جسديا لاباس، نفسيا لاباس، وكانت في الحجر الصحي منذ قدومها. معناها من وقت جيت هي يوم 11، أنا في يوم 11 مارس 2020، وبشكل عام أنا نأسوا للحالة الأولى، لكن يبقى الفيروس هذا احنا هو مكتار السريع الانتشار، وإذا فما حالات واردة وهي حالة واردة ماهيش حالة. دونك نعاود نعمل ملخص، دونك الفتاة هذه 32 سنة جات من فرنسا نهار 11 مارس 2020 مطار المنستير وإلا تونس قرطاج؟ الحق ما عنديش، ما بالنسبة لي أنا والمعطيات اللي عندي حاليا، لأنه تعرف احنا جاتنا المعطيات بعد ما تم الإعلان عليها معنا توا في تونس من طرف السيد مدير الرعايه الصحيه الاساسيه، اما عندي الاسم ولقب السن، معناها المكان نتاع الاقامه والطائره اللي جات فيها، مانيش مثبت في المطار، لكن معناها موجوده عندنا في ولايه منستير. هي اذا ملي هي في 11 مارس ملي هبطت الطياره، هي قامت بالعزل الذاتي والا قعدت تدور لا قامت بالعزل الذاتي ونتابعوا فيها تقريبا يوميا. واحنا كما تعرف الخطه هي انك تستقبل المواطنين في المطار او في الميناء او في المنافذ البريه، تعطيك الصيانه بالكاميرا الحراريه، تاخذ منه بطاقه الاستبيان وتطلب منه باش يبقى في الحاجه الصحي الذاتي، لانه هي الخطه من العمود الفقري نتاعها هي وعي المواطن ووعي المواطنين نتاعنا اللي قاعدين من المناطق الموبوءه. التزمت بالعزل الذاتي. التزمت واحنا نتبعوهم يوميا بالتليفون زاد، لانه هذيك الخطه. لكن احنا في المنستير من نهار السبت انتقلنا الى مرحله المتابعه اللصيقه، المتابعه المحليه، عندنا قوائم اسميه لكل المعتمديات، دخلنا من السلطات المحليه سيد مرصد السادة رومد والسلطات الامنيه مع السلطات الصحيه في الخطه، وولت متابعه لصيقه، ما عادش احنا فقط بالتليفون، وهذا عملناه لانه للاسف معنا عندنا بعض مواطنين ما همش ملتزمين بالحجر الصحي الذاتي اللي هو العمود الفقري للخطه. اكيد اذا معنا تعدينا من المرحله اللي اكثر معنا صرامه، اللي هي تطبيق القانون على كل المخالفين لاجراءات الحجر الصحي الذاتي. الحجر الصحي الذاتي كان لها هي ولعائلتها، والا هي فقط قامت بالعزل؟ لا، هي فقط الحجر الصحي الذاتي، اما بعيده على العائله، داخل المنزل. كما تشوف في الومضه معناها الموجوده، واللي احنا عندنا تقريبا شهر ونص تتعدى، اللي هو الحجر الصحي الذاتي في غرفه منعزله، عندها كل شيء، عندها الانترنت، عندها وسائل، لكن وسائل خاصه بها، اذا فما معناها معناها بلوك سانيتير مستقل يحبذ انه يكون حدا، إذا ما تمناش بالطبيعة بعد ما تستعمل بلوك فانيتير بالطبيعة وحدة وبعيدة على أفراد عائلتك، يتم التعقيم تاع البلوك فانيتير وتعيش في الغرفة وحدة لمدة 14 يوم بكل مستلزماتها، إذا فما أكل أو ما شابه ذلك نحطه أمام الباب معناها باش تاخذ، وهذايا
كل الوضعات نتاع وزاره الصحه واحنا وانتم مذكورين تعرفوا بالشيء هذا. اكيد باش نقول لك تو هي في حاله العزل ديجا عندها ايامات واليوم تم تحليل طلع تحليل ايجابي دونك اليوم هي تدخل في سيكل العلاج. سيكل العلاج وين باش يكون؟ لا ما فماش علاج. ما فماش علاج. اي الفيروس هذا ما عندوش علاج. المتابعه قصدي وين تكون؟ المتابعة تبقى في الحجر الصحي هي في دارها. أنا بوزيتيف لكن بيمبورتون أنا لابس عليها ما عنديش حتى شيء تبقى بنفس الترتيبات تكمل المدة نتاعها نعملوا لها التحليل هذا الالغوريثم نتاع الخطة الوطنية. إنما لا قدر الله إذا فما معناها دي كومبليكاسيون أو ما شابه ذلك بالطبيعة فما طريق يتنقل ويتم معناها معناها نفهم من كلامك باش نحكي كيما يحكيوا المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا تو دونك احنا نخليوها هي في الحجر الذاتي نتاعها هي ما عندهاش عوارض خطيره الى ان تصير العوارض الخطيره معناها ضيق في التنفس وغيره وقتها نوليو نلتجئوا الى العلاج بما فيه الات التنفس وغيره. كيما الحاله نتاع اخ المريض نتاع بومرداس اخ المواطن بومرداس الاخ نتاعو بطبيعه طلع بوزيتيف يبقى في الحجر الصحي الذاتي في منزله والمراقبه نتاعو يوميا بشكل كامل وعنده لاكسيبيليتي لل 190 او لنا احنا اذا تم اي لا قدر الله اي معناها كومبليكاسيون اي اختلاطات للحاله بالطبيعه فما فريق طبي وشبه طبي تنقل ويتم نقله الى غرف العزل اللي احنا جهزناها في كافه الجهات الصحيه. فرضيه اخرى تطرح نفسها دكتور لهنا نعم. اذا بعد ال 14 يوم العوارض ما تعكرتش وحالتها مستقره تولي تخرج وتغادر العزل الذاتي ما ينجم يمشي الكورونا على روحه كيك بعد 14 يوم. نعمل التحليل مره ثانيه للتاكد اذا معناها الفيروس ما عادش موجود بطبيعه ترجع الحياه العاديه بطبيعه مش مرتبطه معناها مدة طويلة عام على 14 يوم في معناها مجرد تاخذ دواء العادي نتاع الجريب والكحة تنجم تبرا وهي في العزل الذاتي. ما تعرف انت لهنا هو يمكن جهاز المناعة هو اللي عنده الدور ما عاملين على جهاز المناعة. لا لأنه فما البورتير اسيمبتوماتيك موجودة فهمتني؟ أنا فما شكون شخص يعمل فيروس لكن ما عندوش أعراض وعلامات. أنا هذه طبيا وعلميا متوفرة موجودة حتى في الفيروسات الأخرين. انا يكون يعمل الفيروس لكن ما يعديش مادام ما ظهرتش الاعراض والعلامات فما عدوى. هكا علاش نزيدوا نعاولوا اكثر على وعي المواطن اللي معناها تجمع عندكم حتى شيء ولكن لازم تشدوا الدار. ما تنجح خطتنا احنا الا انه المواطنين نتاعنا عندنا معناها التوصيات نتاع حفظ الصحه وسلامه المحيط وكل مستلزمات الصحه العامه وكذلك الاخيان او كل المواطنين اللي هما في الحجر الصحي الذاتي يلتزموا بالحجر الصحي الذاتي لمده 14 يوم ماهوش منع برشا على بلادنا على مواطنينا على صحه مواطنينا ويكمل 14 يوم. احنا تقريبا كما سمعت في الندوه الصحفيه نتاع السيد الوزير اكثر من 3000 كملوا الحجر الصحي الذاتي ورجعوا لحياتهم العاديه. انا احنا راهو ماهوش مريض هو جاي من منطقه موضوعيه لازم يكون عنده الفيروس باش نتاكدوا باش ما ينتشرش الفيروس لابد يبقى في الحجر الصحي الذاتي 14 يوم وخلال انا 3000 كانوا في الحجر الصحي الذاتي وكملوا ال 14 يوم ولاباس ورجعوا يمارسوا في حالاتهم ورجعوا يمارسوا في حياتهم العادية. واضح. باش نكمل معك المهم احنا هيك نكونوا طمنا تقريبا هي حامله للفيروس ولكن الاعراض ماهيش مخطره وان شاء الله يا ربي تقعد الحاله مستقره حتى يفاول ال 14 يوم هذو. باش نكمل معك في فما حاله من الفزع والاحتقان في صفوف المواطنين بعماده العميره اللي تابعه لمعتمديه المكنين. فما قاموا في الاشتباه مع من مواطن يحمل عوارض الفيروس الكورونا ولكن دكتور يرفض الامتثال للحجر الصحي الذاتي ويلوذ بالفرار على ظل غياب تدخل السلطات المعنيه. لان لهنا التونسي في ظل استهتار التونسي الاخر شنو لازم يعمل بالضبط؟ اي تطبيق القانون كما تعرف البارح هبط الامر المنظم للحجر الصحي ومن ضمن معناها الامراض الوبائيه الكورونا كيف احنا فعلنا منذ معناها تقريبا 4 أو 5 أيام فعلت انا برقيات للي الاشخاص اللي ما احترموش الحجر الصحي الذاتي ووجدنا البرقيات تتضمن تطبيق الفصل 312 من المجله الجزائيه اللي هو وكما حكيت لحضرتك من نهار السبت احنا فعلنا الخلايا المحليه
والسلطات المحليه والسلطات الجهويه تتخذ القرارات القضائيه. هو توا شخص هذايا احنا نحكيو توا على المكنينه اللي هي تابعه متبيعه لولايه المنستير. فما ثلاثه احنا الشخص هذايا في ساعه كاريمون هي الكلمه لذا يدرس التفتيش، فهمت؟ يدرس التفتيش ويتعدى ملفه للنيابه العموميه لانه عندنا قوانين نمشيو بها ونحترموها. واضح. دونك لهنا نطمنوا اهالي معتمديه العميره في المكنين، دونك ما عليهم كان يزيدوا يتصلوا بالسلطات المعنيه باش هي تدخل وتحطوا اسمه في التفتيش. السلطات المحليه ممثله في السيد المعتمد والسيد مدير المستشفى الجهوي الموجود في الجهه، وهما القوائم موجوده عندنا، احنا حيينا كل القوائم ونراقبوا في كل، يبقى دور المواطن مهم سواء كان القادم الينا من المناطق الموبوءه باش يحترم الحجر، سواء من المواطن تاعنا اللي يشوف انه شخص قادم من منطقه موبوءه قبل لوونز كانت اربع دول، بعد لوونز ولات العالم كامل. صحيح. يعلمنا معناها، واحنا نتدخلوا مباشره بتطبيق القوانين على الاشخاص الغير خاضعين للحجر الصحي. واضح دكتور منصف. فما مطلب قاموا به برشا من ليزانترنت ولا لي فيسبوكار، يقولوا ماذا بينا العبيد اللي تم تطبيق عليهم الحجر يكون عندهم حاجه كما الاحبار والا تجميره. وهذا تم طرحه في ايطاليا قبل، ولكن ايطاليا والحكومه الايطاليه ما قامتش به. هكا علاش قالوا تفشل المرض كما سمحوا لي في كلمه تجميره. اي قل. ما خبيش عليك، احنا مع صحه المواطن وصحه المنطقه وصحه بلادنا ممكن نمشيو حتى الحجر الصحي الجماعي. انا راه ماهيش كل من لا يلتزم بالحجر الصحي الذاتي ممكن نمشيو باخذ قرار. احنا توا نفكروا في تجهيز اماكن معينه لسلامه المواطن ولسلامه المجتمع ولسلامه الناس الكل. انا شخصيا اقترح في صوره ما انه كما اشخاص لا يحترمون يمثلون خطر على المجتمع، لانه احنا الهدف الرئيسي هو منع انتشار الفيروس، لانه لا قدر الله المطلب هذا نتاع المواطنين ينجم يكون فالابل وينجم يتم العمل به، انه العبيد اللي عندهم حجر صحي مثلا يلبسوا براسلي ما تتنحاش حاجه هيك. بالطبيعه ترجع للمنى الساده الولايات اللي هما رؤساء اللجان الجهوي لمجابهه الكوارث، بالطبيعه المنى يسمح لهم التراتيب والقوانين. وبالطبيعه احنا نقترحوا على الساده الولايات مسؤولين متعاونين انا وهما اللي يقودوا المرحله تقريبا من حيث اداره الازمه، واذا فما اي قرار في صالح صحه المواطن وفي صالح الجهه من انا شخصيا ما نتدخلش حتى جهد باش نقترحوا وباش نمشي في تنفيذه. واضح. مشكور جدا دكتور منصف الهويني على كل التفاصيل هذه. اكيد نحب نحيوك انت وكل الفريق اللي معاك على المجهودات الكبيره. نعرف اللي الوقت صعيب، خلينا نقولوا تلقاو رواحكم قدام ازمه وقدام فيروس قاعد يتفشي وينتشر بطريقه سريعه. ربي يكون في العون. نحب نقول لكم انتم ديما تقعدوا جنود تونس دولت كوتي. عنا زوز جنود مشكور جدا. زادة وانا نشكركم ونشكر كل وسائل الاعلام لانخراطكم الكل في مكافحة الفيروس هذا معنا. احنا نقودوا الفريق ونقودوا القاطرة، لكن راهي معناها حاجة مجتمعية، حالة وعي مجتمعي وحالة مجتمعية كل الناس الكل، الحالة الوبائية ولا قدر الله الفيروس هذا راه ما عندوش تفرقة بين لا اعلامي ولا طبيب ولا مواطن عادي. كلنا في الخطر. فوالا وهذا علاش معناها انتم مشكورين ويعطيكم الصحة، وهذه بلادنا وهذه صحة مواطنينا. أكيد مشكور جدا دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالمنستير، كنت معنا وضحت لنا أكثر الحالة. تم تسجيل كما قلت لكم أول إصابة في المنستير تحديدا في قصر هلال. إن شاء الله ربي يشفيها، إن شاء الله الحالة تكون مستقرة. هاكم كنتوا تسمعوا، ينجم يكون ما عندوش العوارض، دونك هيك علاش شنو هو اللي يخوف المرض هذا؟ أنه ينجم يكون الشخص اللي قال لكم أني والله جيت وتعديت على الماكينة الحرارية ولاباس وموري مريقلة، ينجم يكون مصاب ولكن ما عندوش عوارض لا كحة ولا صداع ولا ضيق في النفس وينجم يعدينا. دونك هيك علاش الله يخليكم، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على ناسكم الكبار، على جدودكم، على آبائكم، أمهاتكم الصغيرات، كيف أحرام راهو كان نحبوا ننظروا لها من الطريقة هذيك، أحرام كبير أنكم تنقلوا تساهموا في نقل العدوى. وتعرفوا احنا بلادنا ماهيش قادرة أنها توفر كل العلاجات وإلا إلى كل الناس. يمكن هاكم ليتوا في إيطاليا أباغتيغ من اللي عمره أكثر من 80 سنة باش يتم ينحيوا له الآلات التنفس. معناها تعرفوا أنه إيطاليا القوة العظمى، أوروبا سابع قوة اقتصادية في العالم، البارح ماكرون
خرجي تقريبا 5 مرات 6 مرات قال لي احنا في حرب، دونك باش ما نوصلوش لهذيا احنا لا عندنا اسلحه كيف باش احنا نربحوا الحرب هذيا، عندنا كان وعي المواطن اللي كيما ضرب ليامات الانتخابات وما بعد الانتخابات ماذا بينا يزيد يطلع توا خاطر الحكايه فيها حياه او موت. ونلطف عليكم من الموت، ربي يخليكم في صحه وسعاده وسلامه، ربي يحفظ ذويكم. اكيد نحب نفكركم اليوم ننتظروا اجراءات اخرى وقائيه باش يتم اعلان عليها من قبل رئيس الجمهوريه سيد قيس سعيد على اكيد التلفاز وعلى الاذاعات تو تسمعوا الخطاب هذايا. في انتظار غدوه ان شاء الله نقابلوكم في صحه وسعاده وسلامه كلكم، حتى حد ما يتعدى بكم بالفيروس. من الغدوه ردوا بالكم على رواحكم، كثروا من الماء وكثروا من الصابون واغسلوا يديكم مليح مليح مليح، حافظوا على ذويكم وفي امان الله يا ربي. تابلت، سمارت فون ولا بي سي